معلش هو السؤال ده مش عايز يتسأل مش هسأله لا لا انا براحتي لسه برضه هنخش في حاجه انا قاعد والله قاعد انتوا بتفتحوا لي طبعا بخبرتكم الكبيره بتفتحوا خلي السؤال ده بعدين خالص هنخليه بعدين يا جماعه مش هريق استاذ جمال مهم جدا الكلام اللي الاستاذ محمود قاله لانه كلام منطقي جدا واحنا في الجمهوريه الجديده او احنا في الشكل احنا بنحتفل النهارده بالجمهوريه الجديده بالظبط فلا بد ان يبقى في الروح اللي بين الرياضيين تحديدا ايوه يعني احنا بنقول دايما بس عايز اشرح نقطه قبل ما حضرتك تكملها لان دي مهمه جدا واتكلمت فيها قبل كده اتفضل في حاجه اسمها الترند الايجابي والترند السلبي الاثنين ترند ايوه الاثنين ترند صح. يعني لكن انا ممكن مثلا اعمل ترند ايجابي مثلا يعني الشاطر فالشاطر ده الناس كلها داخله تشتمه مثلا ده اسمه ترند سلبي صح الترند الايجابي في اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده اللي هو ايه احنا يا جماعه مش عايزين لكن المناوشات اللطيفه دي الحلوه بالزبط. مقبوله بصراحه لكن التعصب الاعمى للكلام اللي الاستاذ محمود وحضرتك بتقولوه هو ده اللي بيودينا ففي حاجه اسمها ترند ايجابي وترند سلبي احنا دايما الحقيقه يعني وده تعليمات الاداره اللي عندنا ان احنا يا جماعه لا لازم نشتغل دايما على الترند الايجابي ما هو ده الفرق وليس الترند السلبي طبعا. هو ده الفرق يا كابتن اسلام بين الادارات الاداره يعني حتى اي مؤسسه بتاخد التوجهات بتاعتها وسياستها من الاداره مظبوط يعني اي عمل في الدنيا لازم يبقى عندك ولذلك احنا لما بنطرح انا بعتبر دي احنا بنطرح مبادره لتهدئه الجو لتهدئه الاجواء عايز تكسبني اكسبني في الملعب عايز تتعصب لو تعرف تكسبني اكسب مش مشكله طبعا. عايز تتعصب لفريقك لا مانع اتعصب زي ما انت عايز وتحمس واعمل اللي انت عايزه بس دون تجريح يعني احنا طول عمرنا في اهلي وزمالك ما كانش عمرنا ما شفنا كده يا ريس عمرنا ما شفنا ده ابدا في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ما شفناش لا كده. وعلى مدار والله عمرنا مدار كله كتير جدا يعني. في النقد الرياضي وفي الصحافه الرياضيه لما كانت الصحافه الرياضيه هي الطب يعني هي الكل في الكل كانش في حد بينافس الصحافه الرياضيه دلوقتي في السوشيال ميديا والنيو ميديا والمواقع والكلام ده لكن انا بتكلم على جزئيه ايه انت من حقك تشجع فرقتك دون تجريح في الفريق الاخر واعتقد اللي بيعمل كده بيبقى مركز اكتر في الحصول على البطولات يعني اللي مركز في نفسه ملوش دعوه بالاخر والله ما انت ممكن تقعد انا ممكن ابقى بكسب واحد عمال يضربني بالطوب طب انا ده صح يضرب زي ما هو عايز خلاص خليه يضرب هو مشغول في الضرب على هو مشغول في ضربي انا هو مشغول في ضربي انا وانا شغال بالبطولات وانا مشغول ان انا اغلب فده حاجه كويسه لكن احنا بمناسبه بقى الحديث عن الجمهوريه الجديده نتمناها انها تبقى على ارض الواقع في الرياضه خلي بالك الرياضه خدت فتره بعيده قوي عن التطور في الفكر او الفلسفه اللي موجوده في المجتمع يعني البلد كلها دلوقتي شغاله خلال السبع سنين اللي فاتوا في اتجاه للامام وفي اتجاه البناء وليس الهدم طبعا مظبوط واخد بال حضرتك في ناس شغاله في الهدم الرياضه بقى محتاجه برضو والاعلام الرياضي عليه دور مهم قوي في القصه دي ان هو اللي يخلق الترندات ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك الترند الايجابي وليس الترند السلبي اعمل الترند ايجابي مش لازم كل الترندات بتاعتك